لي زملاء يسكنون معي، وألاحظ عليهم أداهم الله أنهم يحلفون كثيرا بالنبي والكعبة ونحو ذلك غير الله جل وعلا، وقد ناصحتهم كثيرا، فهل من كلمة من فضيلتكم لمثل ذلك؟ لا يجوز الحلف بغير الله. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وذلك لأن الحلف تعظيم للمحلوف به، ولا يجوز التعظيم على هذا الشكل إلا لله سبحانه وتعالى، فهذا شرك كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، هو من الشرك الأصغر، وقد يصل إلى الشرك الأكبر إذا كان الحالف يعظم المحلوف به كما يعظم الله عز وجل. فعلى هؤلاء التوبة إلى الله، وأنت مصيب في مناصحتك لهم، فاستمر على مناصحتك لهم وبين لهم أن هذا شيء نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنه شرك. فلا يجوز الحلف بالنبي، ولا يجوز الحلف بالكعبة، ولا يجوز الحلف بأي مخلوق، وإنما يكون الحلف بالله سبحانه وتعالى عند الحاجة إلى الحلف. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم.